فاكرين احمد؟ فاكرينه؟ هقول فاكرينه يعني. لا انت فاكرينه ولا مين اللي فاكر؟ اه هم فاكرينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. احمد طبعا كان لينا لقاء مع احمد في ايفنت اللي فات في يوم كام يا احمد؟ 4/11 حديقه الميريلاند. 4/11 حديقه الميريلاند. كان وزنك كام ساعتها يا احمد؟ كان وزني 92. 92 وحاليا؟ لا حاليا 68. لا يا ولد في الميريلاند كان كام؟ 82. 82 يعني هو الاول احمد كان 92، بعد كده في الايفنت اللي فات بقى 82، واحنا بنوثق بقى الفيديو ده بقى كام؟ 68. 68 كده مجموع النزول كام يا عم؟ 24 كيلو. بسم الله ما شاء الله. انا بتاكد بس ان الصوت شغال ما نقعدش نتكلم وبعد كده يطلع كده. احكي لنا يا احمد بقى ايه التغيير بقى اللي حصل لك في الفتره دي كلها؟ لا تغيير كبير صحيا ونفسيا وكل حاجه يعني. الدنيا تمام؟ تمام يعني. الواحد الاول كنت بطلع كوبري اطلع اي حاجه بحس ان انا بنهج ومجيبش يا اخي. اللي بيطلع كوبري ده العربيات، انا مش عارف بتطلع كوبري ليه. كوبري مشاه. اه تمام ماشي حدد بس. انا مش عربيه يعني. لا انا قلت يمكن ما اعرفش. ماشي قول لي بقى انت بتقول التغيير صحي حلو والدنيا ماشيه معاك تمام. انا عارف كويس ان انت طبعا يعني ايه ما شاء الله ملتزم والتزمت فعليا، ما لا كنت بتحود شمال ولا يمين. هل كنت فعلا التزامك درجته 100%؟ اه ده انا الزيتونه ما يعني لو الزيتونه حاجه بسيطه كده ما باخدهاش يعني، لو حاجه بسيطه ما باخدش بوقف اي حاجه يعني. كنت ملتزم التزام من حديد. صح كده؟ يعني نقدر نلخص نزولك 28 كيلو 24 كيلو، نقدر نلخص ال 24 كيلو دول. قول لي ايه اكتر حاجات ساعدتك ان انت تخلص من ال 24 كيلو دول سريعا؟ الالتزام والاراده. الالتزام والاراده. ماشي. يعني انت دلوقتي كلمه السر في الالتزام. طب الناس اللي مش عارفه تلتزم، بتلتزم نص نص وترجع تاني والكلام ده كله، تقول لهم ايه؟ اقول لهم الموضوع مش صعب، الموضوع سهل، بس الواحد يعني يبتدي الاول يعني يبتدي على الصفحه ويبتدي على، وان شاء الله الواحد يعني ايه هي يعني هيكمل. الموضوع مش صعب، هو بس عايز مداومه ويعني ايه بيدي زي مش عارف اقول لحضرتك ايه بالظبط يعني على المداومه والتعود. انت اتعودت على النظام ده فبيبقى ايه بتحس ان نفسيتك ارتاحت، تركيزك عالي، يعني بيحسن النفسيه بشكل عام يعني. الحمد لله. والنفسيه عامله ايه دلوقتي؟ لا النفسيه تمام 100% الحمد لله. احسن حاجه صح؟ الحمد لله. قول لي يا احمد بقى انت طبعا يعني كان في رياضه اثناء النزول، اثناء نزول وزنك او كلام من ده؟ لا هو كان في رياضه في الاول. كان في الاول كنت بروح جيم وكده، بس لقيت الايه جالي اصابه في رجلي اللي انا قصه انا حكيتها بردك في البنت الاولاني، جالي زي التهابات كده في رجلي فما كملتش. فكنت فاكر الجيم والحاجات دي اللي هي جزء من التخسيس، بس اتضح غير كده خالص. هو النظام الغذائي صحي متوازن، متغير السعرات الحراريه زائد ايه زائد ماشي، ممكن بمشي بسيط، ممكن ما لو حد مثلا مش قادر يمشي ممكن يبقى على النظام بس. ايوه يعني انا كنت بالمشي، كنت بمشي يعني بتاع نص ساعه ساعه كل يوم، فده فرق معايا في ايه في يعني في يعني بينشط الحرق يعني وجزء من تنشيط الحرق. طيب ممكن تحكي لي بس يومك كده يعني مثلا انت دلوقتي بعد ال 10 كيلو الاولانيين بتاعت الايفنت طبعا كان في لسه زياده، خلصت بعد كده 14 كيلو. قول لنا بقى يوم كده، يوم من اليوم بتاعك بتاع الالتزام ده عشان الناس تتعلم. انت يعني الاول بتتابعنا من اي حاجه من اي منصه؟ يعني انت بتشوفنا احنا عندنا فيسبوك ويوتيوب والتطبيق وكل الحاجات دي كلها، انت بتتابع انهي حاجه؟ ايه اسهل حاجه ليك؟ الفيسبوك واليوتيوب. جميل. وبعد انت بعد الحديث بتاع المره اللي فاتت ما اتغرتش يعني؟ في كتير من الناس بنصور معاهم مثلا في المرحله الاولى بعد كده بيتغر او بيسيبوا الغرور. لا بالعكس، ده انا مش اتغرتش، انا اتشجعت اكتر، اتشجعت ان انا اكمل واكمل في طريق في التخسيس. ما حسيتش بغرور، حسيت ان انا اتشجعت ان انا ممكن اخس اكتر من كده واكتر من كده. انت عارف ان الناس حبت الفيديو بتاعك الاولاني قوي؟ عرفت. عرفت من شفت الكومنتات كانت حلوه ازاي؟ قالت ايه؟ ان انت انسان بشوش وطيب كده صح؟
ايوه. هل انت فعلا طيب وبشوش ولا بتعمل ولا لابس قناع؟ اللي جوه اللي هنا لا مش لابس قناع هنا على طول اللي في القلب يطلع الوش. صح كده. عارف ليه؟ عشان كده ربنا كرمك يا احمد من اول مره الحمد لله، وعشان كده انت ربنا انعم عليك بالصحه لان انت فعلا انسان طيب. شكرا يا باشمهندس. والله الله يعزك حبيبي قلبها بيها يعني. الله يخليك. وانا يعني بعتبرك اخويا الصغير والله يا احمد، وبتمنى لك كده ان شاء الله مزيد من التالق، وان انت ان شاء الله تحافظ على اللي انت وصلت له. طبعا انت شفت الفرق بين الف قبل 24 كيلو وعرفت الفرق دلوقتي صح؟ الفرق شاسع، انا حسيته في كل حاجه يعني. دلوقتي بقيت اروح اي محل اعرف اشتري لبس لان انقي. الاول ما كنتش بنقي، كان هي اختيارات بسيطه عشان الوزن كان زايد. دلوقتي بقيت اي حاجه انا عايزها لبس ولا حاجه بجيب بلاقي مقاسي وبلاقي كل حاجه الحمد لله. كنت بتعاني من اللبس مع انك يعني كنت برضو ال 24 كيلو مش زياده؟ لا بس انا برضه كنت وزني زاد اكتر من كده قبل ما ابتدي الرجيم، كان اكتر من كده. بس انا في الفتره من بدايه الرجيم كنت 92، لكن انا كنت قبل كده كمان من فتره كنت وصلت 97 98 و100 كمان. طيب انت اللي وصلك كده يا احمد؟ يعني اللي وصلني كده الشيبسي والبيبسي والحاجات دي كلها والاكل والقعده برضك اثرت فيا. اثرت برضك الواحد ما بيتحركش قوي، ما بيروحش هنا وهنا لغايه الحمد لله. بعد يعني انا حسيت بعد ما خسيت حياتي اتقلبت. بيت مثلا اشتغلت وبقيت اروح هنا وهنا، بقيت اخرج اكتر ما انا كنت بخرج من قبل ما اخس. حسيت ان انا ايه الفتره اللي انا بعد التخسيس اللي انا خرجت فيها تساوي عمري كله، لا يعني اكتر من عمري كله في الخروجات، يعني فرق شاسع. يعني انطلقت يعني من الاخر ما شاء الله. طبعا يعني السمنه للاسف يعني السمنه هي سجن انت بتحبس نفسك جواه صح؟ يمكن احنا دايما بنقول كده ان هي سجن انت بتحبس نفسك جواه، وبتدفع الفلوس دي عشان تقعد تحبس نفسك طول الوقت زي ما انت قلت من شويه كده، بتاكل حاجات مش صح صح كده لغايه ما دفعت انت الثمن وشفت الفرق ما بين التغيير. انت كده الحمد لله وصلت وثبتت صح كده؟ ثبتت الحمد لله. محروم من حاجه؟ لا باكل كل حاجه بس بنسب. اول ما بدايه الشبع وقف. لكن مش حارم نفسك يعني؟ مش حارم نفسك من حاجه يعني؟ ما بتجيش كده تقول انا نفسي اكل مش عارف ايه، لا انا نفسي اكل حته مش عارف ايه الكلام ده كله، وتحس ان انت تعبان نفسيا؟ لا هو بينه وبين حضرتك يعني باكل بس مش اللي هي اللي باكل بشراها. اول ما ابتدي باكل اكل البيت العادي، بس اول ما بحس بدايه الشبع بوقف على طول. لا انا قصدي يعني انت ما بيبقاش نفسك في حاجه وتقول انا خايف اكلها عشان وزني ما يزيدش. لا انت بقيت بتتحكم في نفسك صح كده؟ ده اللي انت عايز تقوله يعني صح كده؟ صح. برضو قعدت تلف بالكلام وما حكيت لهمش برضو يوم من الايام بتاعتك بتاعت الالتزام دي عشان الناس بتحب الكلام ده. قول لهم بتصحى من النوم بتعمل ايه؟ بتصحى الساعه كام؟ بتنام الساعه كام؟ اليوم بقى بتاعك عامل ازاي؟ يعني انا بصحى على الساعه، كنت ساعه الرجيم يعني كنت بصحى حوالي الساعه 5 الفجر كده، كنت انزل واتمشى بقى ايه في الشوارع على اساس الدنيا بتبقى هاديه بقى واحسن وقت للخروج يعني. والهند فري في وداني وماشي بقى ايه عايش في الدور شويه بسمع اغاني حماسيه وكده، واتمشى بقى الفتره بتاع نص ساعه ساعه كده، واروح البيت ابتدي بقى ايه جاي بقى بالايه جايب اللبن وجايب بالحاجه وابتدي. حتى انا والدي ابتدى برضه دخل معايا في الرجيم في الفتره دي، وكان 84 بقى 76. والدي عنده 5 ما شاء الله. عنده كام؟ 75 سنه ما شاء الله. ودي رساله بقى للناس اللي سنها كبير واللي بتقول ان انا عندي 40 سنه وسني بقيت راجل عجوز تمام كده. ففي ناس فعلا بتقول كده يعني، ناس تقول لك انا عديت ال 40 فخلاص حرقي وقع والكلام ده كله. لا زي ما احنا احمد اهو ما شاء الله والده 75 سنه وبيغير من نفسه ان شاء الله، يعني ممكن بقى نعمل معاه لقاء ان شاء الله. والدك اسمه فوزي صح؟ ايوه. ولا انت اسمك احمد محمد حسين عبد اللطيف؟ لا مش اسمه مركب. مش اسمه مركب، مش احمد فوزي اسمه. لا يعني في ناس بتبقى مختصره الاسم يعني. لا انا بعتز بوالدي، لازم اسمه يبقى ورا اسمه. صح كده صح حبيبي يا احمد. طبعا برضو انت يعني الالتزام كان 100%. فتره النزول ممكن تفكرنا بيها؟ شهور من شهر 9 لشهر 2 خمس شهور. شوف انت فاكر كل حاجه صح؟ من 25/9 لحد 8/2 حتى انا مشيت على مسابقتين، رجيم لذيذ من غير كلابيز، قصدي خريف لذيذ، خريف لذيذ من غير كلابيز، وفي البرد انا خسيت بجد. حسيت باي صعوبه في التعامل مع الانظمه؟ حسيت ان هي مكلكعه؟ حسيت ان هي فيها عبء مادي عليك؟ لا
هو كل حاجه متوفره، مش لازم بروتين حيواني، ممكن بروتين نباتي، كل واحد حسب مقدرته. يعني مثلا ممكن في خلال اسبوع، في اسبوع ممكن ما يزيدش عن نوعين بروتين نباتي، بحيث الجسم برضك محتاج البروتين الحيواني على البروتين النباتي. ماشي. طبعا يعني كتير، يعني الاختيارات كتير في النظام. انا لغايه دلوقتي فاكر كل حاجه في النظام. عارف انت نجحت ليه يا احمد؟ مش عارف. عارف نجحت ليه في الرحله بتاعتك؟ ربنا رايك كده بالظبط. عارف ليه ربنا اراد ان انت تنجح في الرحله بتاعتك؟ عشان انت كنت سهل مع نفسك، عشان انت خدت المواضيع سهله وبسيطه. في ناس راحت فين؟ في ناس مثلا بتاخد المواضيع صعبه، اصل انا مش هعرف اكل كذا، لا اصل انا مش هعرف اعمل كذا، لا اصل الموضوع ده صعب قوي، لا اصل النشويات، لا اصل الكلام ده. انت اخدت الموضوع بسهوله، ودايما انا اقول كده ان اللي هياخد الموضوع بسهوله هيلاقي الدنيا سهله، واللي هياخد الموضوع بصعوبه هيلاقي الدنيا صعبه ومقفله في وشه. فانت ربنا فتحها في وشك يا ابني والله بجد، علشان خاطر كده، علشان انت انسان قلبك طيب وسهل، فربنا سهلها عليك، فخليك كده سهل على طول يا احمد. الحمد لله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اول يوم في الرجيم اتفرجت على فيلم اكس لارج، عشان بقول لحضرتك في الكومنتات. اول يوم في الرجيم اتفرجت على فيلم اكس لارج، قعدت اضحك وانكي كده مع نفسي، انا هبقى كده مش عارف ايه، وهبقى كده بقى ايه النهائي، هبقى كده. انت عارف ان انا وزن، وانا وزني زياده، كنت لما يجي اقلب الاقي فيلم اكس لارج شغال، كنت اقلب عليه بسرعه ما اشوفوش. لانه كان بيحز في نفسيتي. انا برضه كان نفس الكلام، بس انا بقول لما ابتديت رجيم. عشان خلاص بقى انا خلاص بقيت على التراك يا جماعه، فكده صح؟ بحمس نفسي يعني، بقيت اقعد اتفرج يعني، بقيت افرح واهزر ومش عارف ايه، بخير مش كنت شغل العمليه قفش يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي عافانا. وان شاء الله كده يعني اتمنى ان غيرك برضه يتشجع بيك يا احمد تاني. طبعا احمد زي ما قلت في البدايه، احمد موثق الرحله بتاعته على مرحلتين. المرحله الاولى نزل 10 كيلو، وبعد كده 14 كيلو، مجموع النزول 24 كيلو. فتحيه لاحمد، وتحيه لكل واحد بيغير من نفسه. وبتمنى لك يا احمد حياه سعيده ان شاء الله، حافظ على اللي انت وصلت له. عندك اي يعني نقول بقى، عندك اي نيه ان انت ممكن ترجع تاني لوزنك الزياده؟ لا، اللي ده السمنه وده الرشاقه لا يمكن يرجع لها تاني، لان عاش الاحساسين، احساس مختلف، الاحساس ده غير الاحساس ده. فاللي عاش احساس الرشاقه غير، او عاش قبل كده احساس السمنه، هيحس باللي انا بقوله. لكن اللي هو ما حس احساس الوزن الزايد وما حسش الرشاقه مش هيحس بالكلام ده. ربنا يوفقك يا احمد، وان شاء الله كده تفضل رشيق طول عمرك ان شاء الله. تحياتي ليك يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.